السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه رقص سيميليتر التيميت. واليوم يا جماعه بهذا المقطع رح نروح نشتغل بغسيل الشاحنات. كيف يعني؟ رح ندخل على اللوبي تبعي ونروح على المرآب ومباشره نختار الشاحنات المتوسخه ونصير نظبطهم ونغسلهم يدويا بدون ما ندخل على اللعبه. هلا رح اورجيكم كيف. وبدايه يا جماعه لا تنسوا الصلاه على النبي، لا تنسوا اللايك اشتراك تفعيل الجرس من كل جديد، واهم شيء لا تنسوا اخواننا في غزه وتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف. وهلا يا جماعه بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طيب يا جماعة الخير، مثل ما شايفين بنبدأ بالمرسيدس الأكتروس الام بي 3. مثل ما شايفين في عنا إشارة المرش، إذا ما ظهرت لك بيكون لا أما الجرافيك عندك خفيف، لا أما بيكون الشاحنة مثلا ما هي متوسخة، أو أحيانا إذا ضغطت عليه بيقول لك إنه الشاحنة نظيفة أو وسخة. فرح نضغط عليه مباشرة. دخلنا على الغسيل مثل ما شايفين، تفرج على الفخامة يا معلم، حيطي لك إشارة من تحت حالة النظافة. فبس من فتحت الفرد بهيك بهالشكل هذا بتبلش الشاحنة تنغسل. تفرج يا معلم، تفرج تفرج يا حبيب، شو رايكم بالفكره؟ شيء حلو. تفرج بلش بتنظف هيك لبين ما تخلص. طبعا الفكره هي ما هي موجوده ولا بلعبه موبايل ولا حتى لعبه كمبيوتر صراحه، فيعني هي الاضافه هيك لو بتنضاف على باقي الالعاب الثانيه مثلا تراكرز اوف اوروبي 3 بتلاقيها عن جد فخمه. هي الفكرة موجودة حاليا فقط على التراك سيميليتر التيميت والباس سيميليتر التيميت كمان. بامكانك تغسل يدوي بهالشكل هذا. طبعا هون نحن في اللوبي بدون ما تدخل على اللعبة وتروح على المغسلة، تجي هيك يعني بتتسلى وبتغسل شاحناتك بدون ما توصل حمولة وكذا. مثل ما شايفين حاليا 27% حالة النظافة، شايفين الفخامة، شايفين قدامكم هاي. غسل يا حبيب، غسل غسل غسل. ايوه شايف، شوف لي شوف لي الفخامة. هاي الدولاب هون ومثل ما شايفين يا جماعة الخير بهذا الشكل صارت 100% نظفناها. وشوفوا لي على الفخامة شلون صارت، شيء مرتب. طيب رح ننتقل لغير شاحنة ونشوف كيف رح ننظفهم. وهلا يا جماعة مثل ما شايفين انتقلنا لشاحنة الفولفو 2021. تفرج على الفخامة وهي متوسخة، وهلا رح تشوفها بعد ما تتنظف. وهلا يا جماعة الخير مثل ما شايفين انتقلنا لشاحنة الأكتروس الام بي 4. تفرج على الفخامة هي 4x6. تفرج على الفخامة، شيء حلو. فرح نبلش نغسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تفرج، رح نبلش بالدواليب، لأن الدواليب كثير كثير عم ياخذوا معنا وقت مثل ما شفتوا. يعني في تفاصيل كثير مثل ما قلت لكم ما بتبين، فمع ذلك عم يعني بيحسبونا ياهن. فبدك تدقق شوي شوي هيك على المكان انه تجيب له مي عشان يحسبوا لك، عرفتوا؟
حاول ما تقرب كتير من الشاحنة مشان تتنظف بشكل أكبر. ما شايفين هدول الطراشات والوضع من هون والدواليب، شوف الدولاب، نظف 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 نظف. شايفين ما بعرف إذا ملاحظين في هيك مثل يعني بيكون لون فضي كاشف، هو يعني الأوساخ، عرفتوا كيف؟ بعدين بتصير باللون الأسود. هاي الواجهة، نظف يا حبيب. شوف لي الشاحنة ما أفخمها والسكن ما أفخمه. هذا السكن نشر لكم إياه سابقا، وكل شيء سكن عم بظهر لكم إياه نشر لكم إياه في الديسكورد، فاللي بده إياه يروح على الديسكورد تبعنا وبتلاقيهم هنيك إن شاء الله، تاخدون وتجربون وعلى كيف كيفك. نظف 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 نظف. رح أسرع شوي المقطع مشان ما تملوا، وشوفوا النظافة كيف رح تصير. وهي يا جماعة الخير مثل ما شفتوا نظفنا الشاحنة وعلى 24. تفرجي كيف صارت، صارت فخامة وهيك، بس كأني في خطأ ولا ايش، لاني في اماكن ما تنظفت 100% بس كتبوا لي انه خلص نطفت، فيمكن في بعض الشاحنات ما يزبط فيهم الميزة بشكل 100%، عرفتوا كيف؟ فمثل ما شفتوا يعني بهالشكل هذا نظفنا وطلعوا المي، عبينا الاراضي كلها مي، شايفين قدامكم. هلا راح نحط رجوع بهالشكل هاد، ومثل ما شفتوا يا جماعه بهالشكل هاد نظفنا شاحناتنا وظبطناهم على 24. طبعا ثلاث شاحنات نظفناهم. اذا كان بتحبوا نعمل مقطع ثاني على هذا الشيء نعمل لكم جزء ثاني. تحياتي لكم، لا تنسونا بالصلاه على النبي، لا تنسونا من اللايك اشتراك تفعيل زر التصحيح بصفكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعوني على حساباتي الموجودين بصندوق الوصف، واهم شيء الانستغرام. والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلام.